على وقع أبواق السيارات يتلقى المرضى الغزيون العلاج، فالمآسي في غزة تجردت من عاداتها، فغدت المشاهد كلها هنا مؤلمة. مع استمرار وتيرة الحرب على غزة لأكثر من شهرين، استمر معها نزوح أهالي القطاع إلى الجنوب ليزداد الضغط على المستشفيات هناك. نعاني من أزمة إنسانية، أزمة صحية بالغة الخطورة، وذلك لأن هناك نزوح شامل لكل قطاع غزة باتجاه محافظة رفح، وحتى محافظة الجنوب خان يونس خرجت من الخدمة بمؤسساتها الصحية، وأصبح العبء ملقى على عاتق مستشفى الكويت التخصصي. اكتظت المستشفيات وخرج عدد كبير منها عن الخدمة، فخيمة بجانب المستشفى كانت السبيل في محاولة لاستيعاب أعداد تتجاوز 1000 مريض يومياً. تلقى مئات، يصل العدد إلى من 800 إلى 1000 مريض يومياً، وهذا العبء الكبير أدى إلى أن نقوم بفتح، كان هناك قسم للطوارئ واحد وأصبحت 2 ثم 3 والآن أصبحت 4 أقسام للطوارئ. إيجاد مكان آمن في غزة لا يزال أملاً للغزيين، وبحسب الأونروا فإن أكثر من 85% من السكان نزحوا في جميع أنحاء القطاع منذ بداية الحرب، بعضهم أيضاً اضطر للنزوح مرات عدة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.